السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى مع طريقة جديدة لتتبيلة سهلة وسريعة لأوراك الفراخ أو لدبابيس. يلا نجيب بول بقى مع بعض كده ونحط فيها حوالي من 4 لـ5 معالق مليانين من زيت الزيتون. طبعا لو مش متوفر زيت الزيتون هنستخدم عادي جدا زيت دوار الشمس. هنحط 2 معلقة مليانين من معالق الطعام من الكاري، وحلو قوي الكاري في التتبيلة ديت، ومهم قوي ان تبقى المعلقة مليانة كده متوصى بالبهارات شوية في التتبيلة بتاعتنا. هنحط كمان معلقة مليانة من الكزبرة المطحونة، الكزبرة الناشفة المطحونة. هنحط كمان معانا، وهو العضو المميز في أي تتبيلة فراخ أنا بعملها أو حتى لما بسلق الفراخ لازم بحط شوية منه، بس المرة دي نحط معلقة مليانة من الجنزبيل المطحون ونص معلقة كمان. يبقى هنحط 2 معلقة من بودرة الكاري المتبخرة، وهنحط معلقة ومليانة من الكزبرة الناشفة المطحونة، وهنحط 1.5 معلقة من الجنزبيل المطحون. طيب يا جماعة، يبقى أنا كده فاضل عندي إن أملح الصوص بتاعي. هحط حوالي 1.5 معلقة مليانين من الملح بتاعي، طبعا على حسب بقى الخشونة والنعومة والحاجات دي هنشوف الكمية، ممكن تزيد طبعا عن 1.5 معلقة المعلقتين من المعالق الكبيرة. نقلب بقى التتبيله بتاعتنا. طبعا تقولي دي مملحه قوي، اقول لكم لا، اما دي بعد كده هتخفف بحاجات تانية وهتنزل على الفراخ كلها، فهي يا دوب عشان التتبيله تبقى مظبوطه. خلاص كده دوبنا الملح بتاعنا، نحط بقى كميه من الفلفل الاسمر حسب حاجه كل واحد. طبعا كميه الفلفل الاسمر، بس الفلفل الاسمر بيودي الزفاره بتاعت الفراخ كمان. عندي بقى هوت صوص، هحط منه 1 معلقة بس من الهوت صوص. طبعا على حسب انتوا بتقدروا تستحملوا قد ايه درجه الحراره بتاعه الاكل، فانتوا ممكن تزودوا الهوت صوص براحتكم خالص. عايزينه حار قوي يبقى تحطوا 2 معلقة، عايزينه نص نص يبقى 1 معلقة. هنحط كمان 1 معلقة حلوه كده مليانه من الكاتشب. لو ما عندناش كاتشب هنحط ايه الصوص بتاعنا اللي هي صلصه الطماطم العاديه، نحط منها 1 معلقة، ونحط 1/4 معلقة من العسل الاسود. هنقلب بقى كل المكونات دي على بعضها كويس جدا جدا جدا، وده هيبقى البيز بتاعي بتاع الصوص اللي احنا هنحطه على الفراخ. كده انا فاضل عندي حاجه بتطري الفراخ قوي 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 وانا بحبها في كل تتبيلات الفراخ، وبالاخص التتبيلات اللي مش هحطها فيها بصل خالص. هجيب بقى عندي علبه من الزبادي، حوالي 150 مللي من الزبادي، علبه كبيره مش علبه صغيره. هنبدا ننزل الزبادي بتاعتنا، عادي زبادي عاديه خالص، ونبدا نقلبها على الصوص والبهارات بقى اللي احنا عملناها. زي ما انتم شايفين احنا متوصيين بالبهارات ايه. تمام، هنقلب حلو قوي قوي قوي، نعمل ويسكين كويس قوي 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 بحيث ان الزبادي ما تبقاش مكتله. يا جماعه مهم قوي ان البهارات تبقى داخله لكل حته من الزبادي عشان الصوص بتاعنا يبقى مظبوط. في الفتره دي يا جماعه انا عندي ببقى منقع دايما الفراخ بتاعتي، انا بس بدوق التيست بتاعها عشان اشوف الملح بتاعها مظبوط ولا لا. الملح تمام، الفراخ بتاعتي منقوعه 2 3 ساعات، منقوعه من بالليل في المحلول بتاعي، ميه وعليها نص كوبايه من السكر وعليها نص كوبايه من الملح، وخلاص صفيتها بقى من الميه بتاعتها وشايفينها فله ازاي. هبدا بقى بالسكينه بتاعتي كده اجي افتح الوراك بتاعت الفراخ، وبالاخص يا جماعه لو كانت كبيره هبدا افتحها من عند العظم. ليه بقى؟ عشان التسويه تبقى سهله وسريعه، الحاجه الثانيه عشان الصوص بتاعي يدخل لكل الفراخ. طبعا انا ممكن احط الصوص بتاعي دوت على الفراخ واسيبها بالتتبيله بتاعتها لمده ليله كامله، يعني تبيت في التتبيله بتاعتها في الثلاجه من بالليل للصبح، وتاني يوم في وقت الاكل نطلعها على طول ونبدا نسويها. انا بفتح كده كذا فتحه زي ما انتم شايفين في كل واحده من اوراك الفراخ علشان الصوص يدخل كويس قوي قوي وما تاخدش وقت زي ما قلنا في الايه في التسويه. هنفتح من عند العظم اللي بالعرض، وكمان من قدام ومن ورا، اهو من ورا ومن قدام زي ما انتم شايفين. هبدا بقى انزل بيه الصوص بتاعي كده 1 معلقة 1 معلقة على كل ايه قطعه من الفراخ، وابدا بايدي بقى ابدا ادخل في كل قطعه كده، احاول ادخل ما بين الفراخ ما بين الجلد والعظم بتاعها، وابدا ما بين اللحم كمان ابدا احشيها اكني بحشي الصوص بتاعي جواها. بجد ريحه الصوص تحفه تحفه تحفه، والطعم بتاعه مميز جدا جدا جدا. هي بس زي ما قلت لكم ان هي يعني متجهه لدول الهند بقى والاكلات الجميله بتاعتهم والتتبيلات والتوابل العاليه بتاعتهم، بس بجد طعمها مميز جدا جدا جدا. على فكره احنا ممكن دلوقتي نضيف كمان مع التتبيله بتاعتنا قبل ما نحطها في الفراخ الثوم، او بعد شويه هنحط الثوم بتاعنا المفروم. يبقى انا في عندي خطوه كمان معايا ان انا ممكن الصوص ده اضيف عليه الثوم في وضعه الحالي قبل ما اضيفها على الفراخ.
او استنى بعد ما احط الصوص بتاعي كله على الفراخ وادخله كده كويس، ابدا انزل الثوم المفروم عليه. اتاكد يا جماعه زي ما قلنا كويس قوي ان كل قطعه من الفراخ داخل فيها الصوص كويس، لان الزبادي ده مش صوص سائل، يعني ده صوص تقيل شويه، فمحتاج ان انا ارغمه ان يدخل جوه كل قطعه من الايه من الفراخ عشان تبقى متبله حلوه قوي ويبقى طعمها مميز فعلا في كل قطعه. لان ممكن لو احنا ما حطيناش الفراخ بايدينا كده ودخلناها تبقى في اجزاء من الفراخ مش واصل لها التتبيله، هيبقى طعمها كانها فراخ عادي مستويه كده ملهاش طعم، واجزاء تانية يبقى فيها التتبيله. كل ما نزود التتبيله بتاعتنا وكل ما نقعد الفراخ فيها مده اطول كل ما تديني نتيجه افضل وطعم احسن واحسن. خلاص كده انا تبلت قطعه قطعه من الفراخ، هبدا دلوقتي انزل زي ما انتم شايفين الثوم انا فرمته، هبدا انزل بحب حلوين كده من الثوم المفروم، حوالي 5 فصوص من الثوم المفروم. طبعا يا جماعه ده بيختلف من كميه فراخ للثانيه، يعني لو انت مستخدم وركين فراخ بس هتعمله يبقى هو يا دوب فص ثوم او فص ونص من الثوم حسب كميه الفراخ اللي انت مستخدمها. انا هنا مستخدمه حوالي 5 فصوص من الثوم. خلاص بقى انا هجيب القالب البايركس بتاعي او القالب البورسلين بتاعي وابدا انزل فيه بقطع الفراخ كده ارصصها. على فكره في المرحله ديت بعد ما ارصص كميه الفراخ بتاعتي ممكن اقفل عليها بستريتش فيلم وبفويل واعينها في الثلاجه لتاني يوم بقى وقت التسويه. طيب لو احنا لا انا دلوقتي هسوي على طول، خلاص اوكي هفرد بقى الفراخ كده بطريقه كويسه بحيث ان كل فرق قطعه من الفراخ تبقى واصله للارضيه بتاعه القالب بتاعي. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ما تبقاش الفراخ مترصصه فوق بعضها علشان ما تبقاش حته مستويه وحته مش مستويه، او حته وصل لها الطعم وحته مش وصل لها الطعم، او حته تبقى مقرمشه والتانيه لا مش مقرمشه، لا انا كلها تبقى ليها مكان على القعده بتاعتي بتاعه القالب بتاعي. اهو زي ما انتم شايفين كده انا بزقها بحاول كده زي ايه اكني برصصها جنب بعضها زي زي المكعبات كده ما بندخلها ببعضها او زي عاشق ومعشوق زي ما انتم شايفين كده بحيث ان يبقى كل الفراخ مرصوصه. طبعا الفرن بتاعي انا مسخناه على درجه حراره عاليه يا جماعه، يعني تقريبا حوالي 200 درجه مئويه او اكتر. هنحط الفراخ مش في الفرن اللي في النص على طول، مش في الرف اللي في النص، هنحطه على يعني تاني رف من تحت، او الرف لا برضه عشان ما تتحرقش بسرعه هيبقى تاني رف عندنا. طيب انا اتفضل عندي شويه من الصوص طبعا في الاخر، هبدا انزل بيهم فوق الفراخ كده واحده واحده بحيث ان كل الفراخ يبقى وصل لها زي ما اتفقنا الايه الصوص. رقم 1 عشان الفراخ بتاعتي منقوعه، رقم 2 عشان قعدت في التتبيله بتاعتنا وحاطين عليها زبادي، انا يا جماعه مش هحتاج اني اضيف اي سوائل ثانيه على الفراخ عشان تتسوى، هي كده هتتسوى في السوائل اللي هي شربتها لما كانت منقوعه. الحاجه الثانيه كمان هي هتتسوى في الزبادي اللي احنا عاملينها والصوص اللي احنا عاملينه الكتير ده. يبقى انا مش محتاجه اني اضيف ايه يا جماعه؟ مش محتاجه اني اضيف اي سوائل ثانيه خالص على الفراخ بتاعتي علشان تتسوى. كده خلاص انا حطيت كل الكميه بتاعتي وحطيت بقيه الصوص بتاعي فوق الوش بتاعها. هنجيب بقى عندي الفويل، ويا حبذا طبعا لو احنا جبنا ورقه من الخبز حطيناها الاول وبعدها الفويل فوقيها علشان الاضرار بتاعته والحاجات دي. ما عندناش خلاص بقى نضطر نحط الفويل على طول. زي ما اتفقنا ان مش في الارضيه على طول، الرف التاني من تحت درجه حراره عاليه هيبدا تبدا تستوى من تحت. بعد كده نص ساعه ابدا اشيل الفويل بتاعي واسيبها. ممكن تتحمر على فكره، ما تحتاجش ان نشغل الشوايه من فوق، احتاجت هشغل لها الشوايه من فوق. وزي ما انتم شايفين كده طعمه طعمه طعمه، ريحه وطعم خطيره خطيره خطيره. طبعا اتمنى ان انتم تجربوها، وزي ما بنقول كل مره استمتعوا.